يا مساء الفل على كل مستمع راديو 99 وخصوصا مستمع برنامجنا باب الغنى. دلوقتي معاكم لمده ساعتين مين عطورنا سماحه في باب الغنى. ازيك يا رنا سماحه؟ ازيك يا مين عطور؟ اخبارك يا رنا سماحه؟ الحمد لله والله. وحشتنا جدا من الاسبوع اللي فات. وسؤال حلقتنا النهارده عايزين نتكلم برضو عن موضوع الجو شويه. توجه رساله ايه؟ تقول الجو ايه؟ تحب تقول له ايه؟ حسبي الله. ايوه بس يعني ايه عايزين نخلي بالنا الحاج من صاحبي من الكلام ومن الالفاظ الحاجات دي كلها. لا موت سشوار يا جماعه. انا بحب الصيف بس هو سشوار بصراحه. انا برضه احنا نفس سشوار يا جماعه. يومين موجة حارة وهيعدوا عادي جدا وهنرجع. في ايه؟ احنا لسه في اول 8. نقول الحمد لله ولا الحمد لله؟ طبعا الحمد لله طبعا اي حال. بس يعني سشوار يا ناس. كلمونا بقى على 2-18-10-8-66 وتبعتلنا الاسم اس على 1-90-9 وكمان السوشيال ميديا بتاعتنا الفان بيج على الراديو 90-90 على الفيسبوك والهاشتاج بتاعنا على تويتر باب الغنى 2021 بين كل كلمه وكلمه اندرسكور. تقدروا تشوفونا وتسمعونا من الابلكيشن بتاعنا زي ما انتم عارفين من اي اب ستور تنزلوا الابلكيشن وتدوا تشوفوا الراديو وتشوفنا لايف او الويب سايت بتاعنا 90-90.fm. يلا بره من حياتي. شكرا قوي. يلا بره من ايه؟ من حياتي. من حياتي. يلا بينا نبدا حلقتنا مع بعض وتوجه رساله للجو تقول له ايه؟ مش الجو بتاعك. لا الجو الهوا. الجو اللي احنا فيه يعني. معنا هاجر. الو. يا هاجر ازاي؟ بخير على احلى ناس في الدنيا. ربنا يخليك يا هاجر. عامله ايه؟ الحمد لله. كله حلو. الكلمات اللي تفتح النفس في اول يوم. اخبارك ايه يا هاجر؟ استفتحوا بيا الحمد لله. دي احلى استفتاحه. حبيبي استفتاح عينا بالصلاة على النبي. عامله ايه هاجر في الجو واخباره ايه معاكي؟ انا بموت. انا بنهار. معلش انا لو ما حدش لحقني في الشتاء يحصل لي حاجه بجد. لو ما حدش لحقك بالشتاء نيجي للشتاء نقعد نشتكي من الفيروسات والبرد والفيروسات والسيول والمش عارف ايه. انا بحب البرد والسيول والمطره والطينه. انا بحب الحاجات والطينه. نروح البيت مزروطين كلنا. لا بس هو الصيف اللي فات ما كانش قوي جدا. احلى ما تروحي ازاي؟ ما لحقناش قوي. بطانيتك اللي قبليه كان فيه حاجات العصير اللي بتحصل فجأة ده اللي عندنا اللي قبل اللي فات. الشتاء اللي فات كان هادي جدا. دي حقيقة والله كان هادي. مطر حلو يعني كتير. اتوقع ان الشتاء يعني ده يبقى قلب على صيف شوية يعني اكتفى معانا بالكورونا الحمد لله. ده احلى من اي حاجة طبعا. رنا اسكتي يا رنا بجد الحر وحش. ما تعرفيش تنامي، ما تعرفيش تتحركي، اي حد يتكلمك تتعصبي عليه. يعني صح. انا فعلا اي حد بيتكلمني انا حرانه بتعصب عليه. لا انا بالنسبه لي العكس بقى. انا لما بكون بردانه ببقى متعصبه جدا لاني مش عارفه اعيش حياتي الطبيعيه. 27 يعني هنتكلم معاه نقول ايه؟ صح انا عملت تكييف 27 اوقات 28 وانا والله ما تيجوا ما تيجوا نلعبوا ما تيجوا نلعبوا سوا. عايزه اقول حاجتين. اتفضل. اول حاجه نقول لزهراء ازرق كل سنه وانت طيبه عشان عيد ميلادها النهارده. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. مهددانا وعقبال 100 سنه. ان لو محدش عايدها النهارده كل حد يتصل معايا داش هتولع فينا كلنا. لا نقولها كلنا بقى كل سنه وانت طيبه يا زهراء وقبل مليون سنه وربنا يا رب يسعد ايامك يا رب. وحاجه ثانيه احنا عايزين حفله. وانا كمان حفله. وانا كمان. الساقيه بتشتكي. تقولي مش مصدقه. انت ليه مش مصدقاني؟ يعني مش كده. وانا كمان انت عارفه انا طب بص تقريبا من شهر 7 يعني انا هحاول اعمل لكم انا حفله يعني ما عندناش على الضيق كده. يعني اشوف مكان مثلا. لا مش في الشارع. ايه يا جماعه ده مش الدرجات يا رنا. اي حته يعني عايز فول عربيه وتغني. ايوه عندي فلوس كده حلوه العربيه. ننظم حفله كده حلوه زي ما بنعمل دايما كل فتره كده. احنا عايزين انت قولي يلا احنا هنيلا. طيب اوكي هنيلا يلا. يلا انت موبايلك عمال يعمل تن تن تن. زهراء خلاص يا زهراء عيدنا عليكي بقى. زهراء خلاص بقى مش مشكله. بصي انا سماك حته من غيرها وانت هتكملي. يلا يلا بينا. يلا لا 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 اخص عليكي انت يا شيخه. انت ازاي تقول حاجه صعبه كده؟ دي صعبه. ما انا مش عارفه. خلينا نشوفك للهضبه صعبه. لا تعالي لي تعالي لي. انا عارفه خلينا نشوفك بس كده. لا تعالي كده خلينا نشوفك كده. نورتينا يا هاجر يا جميله. كلميها كل اسبوع زي ما متعودين منك. سمعينا بقى اتقل بقى العسل دي. الاغنيه دي بحبها وانا كمان. يلا بينا نروح نسمع. يلا لسه تسمعونا ومكملين معاكم حلقتنا من باب الغنى 2021 مع مين عطرنا سماحه ومين معانا؟ معانا صفا. صفا الو. ازيك يا صفا؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. يا رنوش ازيك يا صفا؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. فرهده مفرهده مستقنيس ولا مفرهد؟ مفرهد. هو اكيد مفرهده يعني. اوكي ماشي. بس برضه الصيف هيفضل احلى من الشتا. شكرا قوي. انا بحبك جدا. انا بحبك جدا. بس سشوار لا يعني. صيف صيف اوكي. انا صيف جميل برضه. صيف الصيف ما تتعشرش. سشوار. ما موجة حارة يا مينا. موجة حارة يا مينا. انا نوديه هم اللي جالوا يعني ما لازم يجي. يلا الحمد لله كله نعمة. انا بحب الصيف بس السشوار الشديد.
عارفه في سشوار بيبقى فيه درجتين درجتين سخونه. احنا كل ما احنا بنمشي الشارع هو في قفانا السشوار ده فظيع. هو في وشنا وفي كل حاجه في حياتنا. يا رنوش يا صفا وحشتينا. وانتوا كمان وحشتونا. زي ما بيقول عمرو دياب كده ليك معجبينك دايما مستنيينك. يا جماعه انا بدي احنا بقى معجبين. ايه رايك كده يعني طلع علينا بلايف صغير كده وحشتينا. هعمل لكم بكره او بعده لايف. ايه رايكم؟ ها مستنيين. ايه رايكم؟ انا هو بقول حاجات دلوقتي ربنا يسترها واعرف اعملها. وبضم صوتي لصوت هاجر. عايزين حفله، محتاجين حفله برضه. انتوا احلف لكم على مصحف ان انا كمان عايزه حفله. هتيجي هتيجي والله ان شاء الله. قريب طب ما نتجمع كده وتغنن باذن الله. باذن الله هعمل لكم حفله حلوه باذن الله قريب. عيوني يلا بينا نلعب. يلا نلعب. هتكملي انت؟ ها ماشي دي سهله بقى. ها هايل النهارده الاداء هايل يا جماعه. ما حدش حافظ حاجه. عاجبني قوي المذاكره. عاجبني قوي. صفا انت اول مره تقولي انك هتخسري بتخسري بجد. دي واخده بالي؟ لا انا بقالي كام فتره بقالي كام مره بخسر. محسوده مش واخده بالي. محسوده يا بنت. انا اتحسدت. ولا يهمك صفا. الحلقه الجايه ان شاء الله هتجابي وتنورينا كل حلقه زي ما احنا متعودين نسمع صوتك. وهنسمع دلوقتي بقى ايه؟ دكتو صبرا بحبها قوي. لؤي ماشي اسمع يلا. وجه رساله للجو، تحب تقول له ايه؟ كلمه كويسه كلمه شيك. حلوه كلمتين. كلمه شيك. يا ايه الو عاملين ايه؟ ازيك يا ايه؟ الحمد لله تمام. عاملين ايه؟ الجو الجميل ده. بص هايل. الجميل حاساها طالعه مش الجميل. مش جميل خالص. لا الجميل. لا بس الصيف لطيف. بس يعني هو بس الدنيا تهدى شويه. الجو حار شديد الحراره. شديد الحراره جدا بجد يعني. ومبوظ كل حاجه بقى. انا عندي تكييفين مش شغالين كده لله. ليه؟ والله ما اعرف. وشغالين يعني ايه؟ جو ايه يعني ايه سؤال؟ مش مطلعين حاجه قصدك ولا مش انت مطلعين هوا؟ بس شغالين. شغالين ازاي؟ بقول لك والله كل يوم بجيب حد بتاع تكييفات. كل يوم شغالين بكام؟ عامله باقه على كام؟ يا رب يا رب. تعالى بحل لك انا قصه الكافيهات دي. والله العظيم بس بعد الحلقه. انت اخبار الكافيهات عندك ايه يا استاذه ايه؟ طب والله لولاها كنتش عشت الصراحه. مهندس صيانه لو اي حد عايز اي حاجه انا موجود. إيه انت اللي انت اللي هتهندس صيانه؟ والله انا عاوز اسلم على زوزو ولا الف سلامة عليها. مالها؟ تعبانه شويه واخده دور كده صعب شويه. دي بقى بتستعطفنا بقى عشان احنا بنحبها وكده. فتقعد بقى تقول لنا تعبانه وبتاع. فواقي زوز كده يلا وقومي يلا. سلامتك الف سلامه. سلام يا حبيبتي. وريهان برضه تعبانه تقول لها السلام عليكم. بقول لك ايه اقفلي بقى. طب ايه المكالمه دي اللي فيها كلها تعب دي؟ حاسس انها كحه دلوقتي. ايه يا استاذه ايه في ايه؟ فين والله بنوصل رسائل للناس. سلامتك يا ريهان. الف سلامه. انا خايف من الثالثه. ايوه ايه بقى؟ وغاده عاوزه اغنيه سهله لما تيجي ان شاء الله. طب يلا هستناها. طب يلا بالنسبه لك انت فاللعبك حاجه سهله برضه. سهل. يلا يلا. الباب على الناحيه المفتوح. ايوه اتفضل يلا روح. ايوه تهديد على فكره. ده للصيف على فكره. برافو برافو. ورساله موجهه للصيف. برافو عليكي. دايما رافع راسي كده ايوش. والله ربنا يخليك يا ماما. نورتينا جدا. ربنا يخليك. نورتينا جدا. استناكي كل اسبوع تكلمينا. عايزين نروح شويه كومنتس على الفيسبوك وانا اروح على تويتر. يلا عمرو البحيري زماننا برضو بنقول له الف سلام عليك. ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كمان شيماء حافظ وشيماء حافظ وعبد الفتاح وعبد الفتاح حبايبنا كلهم يعني. وجه رساله. بصي حاطط لنا صوره عامله ازاي عمرو وهو قاعد في البيت برضو. انا عطشت لسه. عامل زي الراجل اللي في على البيج عندنا ده. طيب زينب البهنساوي بتقول حرام بقى. بتقول الصيف حرام بقى. اماني محمد الواحد ما يقدرش غير حسبي الله ونعم الوكيل. الحاج صاحب البيت. كملي. منى محمد بتسلم علينا وهاجر وزينب البهنساوي بتقول لك الجيش كله عيان. ربنا يشفيهم ويعافيهم. ربنا يشفي الجميع. وغاده كمان بتقول يا رب يا ريت الصيف يقول لنا معلش. هلا فرغالي تقول حرام عليك بنسيح. ياسمينة رنا سماحة بتقول انا بقى خايف اخرج الشارع. لا عادي ممكن تخرج بس بالليل او ما تخرجيش بصراحه يعني. ممكن تدخل قلبي دربي. يلا كل حلقه مينا بيشغلها هي اغنيه حلوه بصراحه. يلا بينا. اوكي ولسه مكملين معاكم حلقتنا من سند الغنى. وجه رساله للجو اليومين دول. معانا منى. منى ازيك؟ ازيك يا مينا عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام. ازيك يا رنا؟ ازيك يا منى؟ عامل الحمد لله والله زي الفل. انت اخبارك ايه؟ انا تعبانه حرانه شويه.
اخبري الجو معاكي ايه وتوجهي رساله للجو تقولي له ايه؟ ستات انا حرانه خلاص. كلمه حلوه كده اهو كفايه يعني كفايه بجد كفايه بوس ايدك اهو كفايه حرانين بجد هانت هانت يجي الشتاء نقول سقعانين كفايه الشتاء بقى فينك يا صيف فين البحر والبتاع كل سنه لازم نلف اللفه دي طب يلا بينا نلعب يلا هنسمعك حته الغنوه اللعبه بتاعتنا الفقره بتاعتنا اسمها كمل انت هنسمعك حته من الغنوه وانت تكملي اوكي يلا لا مش عارفاها ايه ما هتعيدي تاني اللي احنا قلناه الموضوع بسيط جدا هندبلر اللي احنا قلناه بس ايوه طب عايزه تمسي على مين قبل ما نقفل الو معاكي احنا معاكي ايوه عايزه تمسي على مين قبل ما نقفل على اخويا وعلى ابن اخويا مكلمني شويه اسمهم ايه محمود وحمزه احلى محمود واحلى حمزه يا رب وكملي معانا الحلقه الاخر بقى تبسطي قوي نروح بقى نمسي تاني على الناس الحلوين اللي عندنا على تويتر اتفضلي ياسمين عرفه بتقول انا في الشارع مقضيها بيبسي وايس كريم وفي احلى من كده شوف الناس بقى كرش الحنين شوف الناس الايس كريم مش بيجيب كرش السنين الايس كريم مش بيجيب كرش ايوه طيب تمام انت اصلا مش حاجه بتجيب الكرش بس بينا في حالنا احنا طيب اماني قادر نوش تقول موجه حرت ايه ده فصل حر حضرتك ده مش موجه ده بحر طيب محمد مهدي على الفيسبوك بيقول انا بقول يا ريت كنت صيفت اليومين دول بس انا رحت صيفت الشهر اللي فات صيف تاني يا باشا صيف تاني الصيف جميل الصيف جميل والبحر حلو الصين بلد جميل طب حكيم رقصوني يلا طب رقصوني رقصوني انا لسه كمان معاكم حلقتنا من باب الغنى مين عطا ورانا سماحة ازيك يا رانا سماحة الحمد لله معانا غادة غادة ازيك الحمد لله تمام ايه اخبارك يا استاذة غادة الحمد لله تمام اخبار الصيف معاكي ايه اكيد وحش كل مرة بقول وحش صح طب وجهي رسالة للصيف تقولي له ايه ما اقول حسب الله انا معاكي ماشي اعتبري حصل الجيش النوم كله احلى مساء وحشتنا كلنا وحشتنا كلنا طيب هلعب الكلمات الاغاني اوكي ما بعرف شو مخبي بكره وشو اخر الحكايه مخبي بكره مخبي مخبى بكره افتكرت بكره هو المخبي يعني وشو اخر الحكايه يا خوفي يبقى لي ذكرى بايام الجايه طب ما تغنوها اسهل ما بعرف شو مخبى بكره تعرفيها كده اخر الحكايه يا خوفي يبقى لي ذكرى بايام الجايه تمام لا هو ادم ايوه يرجع فينا الماضي شويه على بالي على بالي على بالي برافو عليك بس انا ساعدناكي خلي بالك يا غدا ساعدناكي احنا قلنا لها على بالي الاغنيه سهله وزي ما انت طلبتي بس ساعدناكي مش مشكله يا غدا احلى مسا عليك يا غدا نورتينا نقرا شويه كومنتس عايزين نمسي على الناس الحلوه ممكن مثلا نقول ايه اسراء محمد سيبك من الصيف انا اصلا ما بحبوش بس بحبك انت رنوش والله العظيم يا جماعه انتوا حبايبي انتوا حبايبي والله طبعا 30 كومنت بقى حسبي الله ونعم الوكيل شكرا قوي يا جماعه بجد يعني هو ده العشم حقيقه اماني جمال بتقول الجو حن علينا يا عم الجو بنسيح بس انا بحب الصيف قوي حلو برده ورانا الكلام ده مش انت هي اسمها رنا اوكي دي حاجه جميله طيب عايزه اقول للعروسه الجميله سالي حلمي اللي فرحها ان شاء الله يوم 18/9 على عريسها احمد لطفي في اسكندريه ان شاء الله يبقى فرح جميل وتبقى حياه سعيده وبدايه حلوه يا رب باذن الله وربنا يسعدكم ان شاء الله يا رب ربنا يتمم لهم على خير وعايزين نسمع حاجه بقى قلبي بلاستيك ها قلبي بلاستيك بلاستيك قوي وانا مكملين معاكم حلقتنا مع مينا اطول سماحة انت بتتريق عليا انا بتريق عليك ايه طب قول هد لسه بتسمعوش معانا زوزو زوزو ازيك عاملين ايه كله تمام سلامتك يا زوزو مالك الله يسلمك عادي احكي لنا حاسه بايه بالظبط بالتفصيل بحسس بالاجازه مالك طيب بتحسي بالاجازه او كده حاجات كده في بعض كتيرة والله بنحاول نعالج حاجة حاجة عشان نشوف المشكلة فين في انا حاسس في زكام في الموضوع ده في الاخر ده اخر يومين يعني سلامتك الف سلامة الله يسلمك ان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك زي الفل ان شاء الله طب يلا ايه نلعب ولا ايه عايز تمسي على حد ولا تمسي على نفسك ايش بقول كله سلامة انا بمسي على نفسي عشان انا بحب نفسي قوي بالظبط كده احلى جيش من اول في الدنيا
تبعد وتغيب بلاقيك عايش جوايا ودايما مني قريب، تبعد وتغيب ما يحنش قلبي لغيرك ولا يتمنى حبيب. حماقي ما اقدرش انساك. بتفكري كمان؟ لا دي قالت لك حماقي ما اقدرش انساك. قالت لي حماقي. حماقي ما اقدرش انساك. برافو عليكي. برافو يا زوز والله. دايما كده رافعة راسنا. طبعا طبعا. برافو يا زوز، سلامتك ألف سلامة. ها؟ كيف الغدا بتعمله؟ الغدا؟ غدا مفيش، هو في زي غدا؟ وأنا جبت غير غدا. أنا عايز أقول لك مصر كلها بتغشش غدا، والله ما في فايدة. مفيش فايدة ها؟ بس هي غدا عسل زي ما هي كده. أوه. نورتينا زوزو وسلامتك ألف سلامة. ومكالمة جاية بقى الحلقة الجاية إن شاء الله الأسبوع الجاي تكوني زي الفل. نسمع محمد رشاد أنا مش شمتان. يلا بينا. ولسه مكملين معاكم على الراديو 90 رنا سماحة ومين عطا كل حد زي ما انتم متعودين من 6 ل 8 باب الغنى. عايزه امسي على حبيبه قلبي لولو وطنط مامتها قاعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي. مساء الجمال يا طنط. مساء العسل. كل سنه وانتم طيبين. وايه كلهم مع بعض كل سنه. ايوه طنط ولولو كلهم والعيله. يا ابني بقى يا ابني ليه كده؟ ماشي معانا اللي بيرث ديجر. ازيك يا زهراء؟ ازيك يا مين؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبة. وانت طيبين يا حلوين. عندك كام سنه دلوقتي؟ بتقول الله تخلي الله ولا متهيألي 28؟ 23 حلوين. 23 حلوين. في ايه؟ لا اتخضيت بس ما قلت لسه صغنونة. انا اتخضيت والله. لا 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 زي العسل. 23 حلو قوي. مالك في ايه؟ ومالهم ال 28؟ مش فاهم بهدلنا خالص. هلا دول احسن ناس. يا ريتنا 28. يا ريتنا. انا بحب اختي بس ما تتقمصش يعني باقي اسبوع على عيد ميلادها 28 ف احسن ناس. كل سنه وهي طيبه. انت كمان اخرج 28 وبتتنمري عليها. انا ناس كل سنه طيبه والسنه الجايه حققي كل اللي بتحلمي بيه. ربنا يخليك تسلمينا. وانت طيب يا زهراء. ايه يا رنوشه حبيبه قلبي؟ ايه اخبار عيد قوي 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 بجد والله العظيم. بصي الريكورد بتاع كل سنه ده حياتي ده. انا ما بحبش غير لما ده يبقى عندي. خلاص كده يلا بينا نقوم نحتفل يا جدعان. كل سنه وانت طيبه وعقبال كل سنه ان شاء الله. عقبال فويس كل سنه طيبه وخير يا روحي. نلعبك بقى ولا تغني لنا ولا نعملك ايه في عيد ميلادك؟ تحبي لا ايه؟ انا اغني انت اللي تغني. نغني لك ومش هنلعبك. يعني اختار انت بقى اللعبه اللي انت عايزاها. لعبينا. الله ايه ده كرم كتير قوي. عيد ميلاد بقى وكده. او اكلينا. ما قلت لك تجيب التيشيرت اللي عندك هدايا ولا ايه؟ بتقولي ايه؟ التيشيرت بتاعتي اللي عندك مش هتجيبيها؟ اللي بتاعتك ها؟ اللي عندي. اللي تلزمك كلها في كل الصور. وكان في حاجه برضو منمره عليها برضو في الكوتشي. لا مش حاجه انا نازله تلزمني الكوتشي. يلزمني الكوتشي بتاع مينا؟ كان في حاجه عند مينا تلزمك؟ كان في تيشيرت كده في اللايف تقريبا كان عاجبني برضو. أنا خلاص بعدين. انا ده عشان عيد ميلادك بس اللي انت عايزاه سهله. ده احنا عنينا يا استاذه زهراء. قلب زهراء انت والله العظيم. انت نورتينا وكل سنه طيبه. والاغنيه اللي جايه دي اهداء مننا ليكي. يلا بينا. كل سنه طيبه زهراء. لسه مكملين معاكم حلقتنا من باب الغنى 2021 مع مين عطارانا سماحه ومعانا ندى. ندى ازيك؟ الو اخبارك يا ندى؟ هلا 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 يا رنا. اهلا 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 وسهلا. ازيك يا ندى؟ ازيك يا رنا؟ اخبار الصيف ايه؟ وحشني والله. والله وانت كمان يا ندى وحشتينا. قولي لي ايه اقول لك ايه اخبار الصيف معاكي كده؟ احنا معانا زي الفل. احنا مستنيين حفله يعني مش عارفين نعمل ايه بصراحه من غير حفلات الصيف. حاضر حاضر والله هظبط لكم حفله عيوني. ضروري. حاضر. حفله وفي الساقيه ونرجع للنوستالجيا زمان حاجه اخر كيف. حاضر عايبين الاثنين. حاضر رد عليها بكلمك. رد عليها بكلمك. رد عليها يعني رديت عليها والله قلت لها عيوني حاضر والله هظبط حفله والله عيوني الاثنين. ممكن يا ندى توجهي رساله للصيف. للصيف؟ انا من محبين الصيف فما ما بوجهلوش رساله. ده ايه الجمال ده؟ ده ايه الصيف ده؟ من احلى الحاجات اللي اتخلقت في الحياه. ده حقيقي. مش بقى زعابيط وكآبه وبطاطين والحفه ايه ده؟ لا الصيف كده روشنه وحاجات والوان فرافيش وبتاع. حلو برضه الصيف لطيف برضه. وبطيخ يا جماعه. مستشوار. بطيخ ومانجا. مع ان المانجا سهله حاجه على النار برضه بس يعني تمام قشطه. وعرق الشعور في مانجا برضه. عايزه رنا بس اول حاجه ابعت سلام لقلبه كله بيسلم ويحيي. حبايب قلب الجميلين كلهم. وكله تمام. اقول لكم امبارح كان زي القمر. ايه القمر؟ ربنا يخليك يا رب. ايه القمر ده؟ ترى والله انكسر. انكسر. وعشان الكلمتين الحلوين دول بقى لعبك كلمات سهل. الاغاني واجيب لك اغنيه سهله. يلا اوكي ماشي. ايه رايك؟ الله مش اسهل من كده. حبيبي لقيتي صافيه وانت هتيجي هنا بالعافيه تهرب وتروح فين مني؟
ده انا دكتوره في الجغرافيا، ما تيجي وعائلها قول لي بحبك، ما تقولها حبيبي ده انا واحده عاديه بالكلمه الحلوه تكون. وانا لو بحفظ تاريخي مش هقولها بسرعه دي. ما هو دي الشياكه بقى في الموضوع. يعني انا مش عاجبه مزيان انا احبك. برافو برافو. ما انت مين غششك؟ مين غششك؟ اهم حاجه بس عايزه اكتبها. عايزين يا رنا اغنيه اوبا تشتغل. حاضر. شوف طلباتي بسيطه على فكره. من عيوني انا بني ادم راضية. من عيون الجوز. نورتينا يا ندى وبرافو عليكي، او برافو على غششتك يعني، عشان حاسس ان الاجابه دي مش طالعه منك. لان صح؟ هي صح. ايه 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 صح. ايه انت اللي قلت. انت شوتي صح. قلت لك حسيت في حاجه. لا طب شغلنا حاجه حلوه. طب انا عايزه بس امسي على صديقنا الجميل الصحفي القمر محمد علي اللي بيسمعنا. فل حماده نور الدنيا كلها. ها هتسمعينا ايه؟ هسمعكم فينو حبيبي فينو قلبي الله يعينه انا لا اطول البعد. يلا ولسه مكملين معاكم على الراديو 90 وكل حد من 6 ل 8 باب الغنى. رنا سماحه ومين عطا شويه كومنتس بقى على صفحتنا على الفيسبوك. يلا بينا. تروحي تويتر ولا تروحي فين؟ يلا روح على تويتر حالا. اروح اكل. عندك ايه على الفيسبوك قول لي. محمد اشرف فانتير بيقول هو الجو بيتكلم عن نفسه يا جدعان. احلى مسا عليكم يا نجوم كلموني. ماشي هنكلمك يا حماده. انس حجاج بيقول لي الصيف مش جدع. اي حسام بتقول صح. على اغنيه فين وايام الطفوله وبراء طبعا. وكمان ريهام حماد. عبد الرحمن بيقول الجو الايام دي تحس ان عيد ميلاد ابو لهب. كفايه احنا شبعنا وكرهنا الصيف. انا كنت بحب الصيف والله كنت بحبه برضه بس مش عارف قافش شويه بس. ندى بقى اللي كنت شك ان هي غشت من شويه هاجر فضحتها وقالت انا اللي غششتها إحساس. واماني قالت وانا شاهده. احساس ده احساس يا بنتي. بيحبوا بعض قوي. في حد بعت لنا على صفحتنا من التوب فانز بتوعنا كاتبه ايه ده هو الصيف دخل انا لسه بتغطى باللحاف على اساس ان الشتاء لسه شغال. بتقول انا بتغطى برضه. رد انت عليها. انا بشغل التكييف وبتغطى. ماشي تتغطى بس مش بالحاف. بطانيه او لحاف. طب اقفل الحلقه دي يا باشا. التكييف يبقى على 27. اقفلي الحلقه دي بعد اذنك. كنا معكم استنونا ان شاء الله كل بإذن يوم الله. حد من الساعه 6 ل 8 على راديو 90 وبس برنامج باب الغنى رنا سماحه ومين عطا. وسلام عليكم يا رجاله.